السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم محمد حيدة عن قناة صوت المهاجرين في كندا في حلقة جديدة مع تجربة جديدة مع مهاجر هنايا في الديار الكندية، الأخ عثمان مغربي من مدينة مراكش، أستاذ بالسلك الإعدادي هنايا بمدينة وينيبيغ، غيتحدث لنا على التجربة ديالو اللي معظم تاع الناس الأسبوع اللي فات لبقيتو عاقلين مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا، فكنتو سألتو على كيفاش تولج كتولي أستاذ تاع أي السلك الأول ولا السلك الثاني ولا السلك الثالث، فأنا جبت لكم تجربة الأخ عثمان اللي غيعطيكم اللب تاع التجربة ديالو اللي يمكن يستفيد منها الجميع. مرحبا اخي عثمان. السلام عليكم ورحمه الله، شكرا اخي محمد على الاستضافه في القناه ديالك. بارك الله فيك. قبل ما كنبداو اي حلقه كنسولوا الضيف ديالنا انه شكون هو الاخ عثمان. كي عثمان وليد من مدينه مراكش، الاصل بربري من نواحي ورزازات، يعني كبرت وطرالات في مراكش، حتى درست في جامعه القضيات في السملاليه، مشيت يعرف السملاليه واللي في مراكش، درت تما الدكتوراه تاعي في الفيزيك، في نفس الوقت درتها يعني بشراكه مع الجامعه ديال شيربروك في كيبيك. من بعدها اشتغلت سنه، عملت بوست دوك يعني الغوشيرش من بعد الدكتوراه، ولكن يعني الصالير كان شويه ضعيف. من بعد سنه يعني ما كفاش، يعني الصالير ما كفاش، و حتى الاستاذ اللي كنت معاه يعني ما بقاش عنده يعني الفلوس يعني سيفونسيون. من بعد بحثت على يعني بوست ثاني، لقيت واحد في لونتاريو، تحولت لونتاريو. حتى انا نفس الشيء نفس الحكايه، يعني من بعد 2008 كانت لا كريز ديال لي كريز ايكونوميك مونديال، من بعد ما بقاش يعني في نورث امريكا ما بقاش تيديروا بزاف الغوشيرش. شنو هو الحل؟ بديت نشوف يعني صعيب 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 باش تحصل على يعني شغل في الجامعه، يعني كاستاذ جامعي. من بعد فكرت تما كان يعني حسن الحظ، كان هذا واحد البروغرام ديال ليديكاسيون اللي في سنه واحده ممكن تحصل على البكالوريا في ليديكاسيون، ومن بعدها ممكن يعني تدرس في اي مدرسه يعني في كندا كامله، يعني ربما حتى في العالم كامل. يعني عملت هذاك البروغرام في سنه في 2015 هنايا في مانيتوبا، يعني عندهم الاساتذه اللي يقرب الفرنسي قلال بزاف. اشنو تيديروا؟ تيجيهم يعني تيتنقلوا، تيدوروا تقريبا يعني تيجيوا لونتاريو، لونتاريو من بعد تيمشيو لكيبيك، حتى يعني الشرق ديال كندا، تيبحثوا على اساتذه اللي يعني يجلبوهم لهنايا لوينيبيغ. يعني انا دوزت تما لونتروفي معاهم في سادبري في لونتاريو، يعني حصلت الحمد لله على شغل، ولهذا يعني تحولت لهنايا باش ندرس، يعني ندرس في مدرسه هي ولا مع ديفيزيون فرانكو انجلوفون، ولكن عندهم تقريبا 30% دايرينو بروغرام يعني بالنسبه للفرونسي، يعني بروغرام فرونسي، يعني تقري اون فرونسي تقري سيونس العلوم. خويا عثمان، واش عندك شي فكره على كيفاش بزاف الناس كيسولوا، سيرتو الاسبوع اللي فات مجموعه من الناس كيسولوا، اساتذه متقدمين في السن وكيسولوا على اشنا هما لي زيطاب باش يولي استاذ في المقاطعه، مقاطعه مانيتوبا. ممكن يعني كاين ناس اللي داروها، يعني تجي لهنايا خاصك تابليكي باش تاخذ هذاك البروفي تاع لونسينيمون هنايا، يعني سيرتيفيكيت تيتشين سيرتيفيكيت هنا في مانيتوبا. يعني تابليكي تدفع لهم الدوسي تاعك، هما تيديروا لي تيو تاع الدوسي، غالبا غادي يطلبوا منك باش دير ديك لي فارياسيون ديال واس. من بعد غادي يقول لك شنو هما لي كور اللي تقدر اللي خصك باش تاخذ، من بعد غادي يعطيوك هذيك السيرتيفيكا. قبل ما تكمل اخويا عثمان، نعم. غير بالنسبه للقضيه اللي حكى عليها عثمان اللي تاع ويس اللي هي كاينه في امريكان وكاينه في كندا، راني عملت فيديو على هذه القضيه تاع كيفيه معادله الشهاده، يمكن لكم تشوفوا الرابط تحت من الفيديو، غنخلي لكم الرابط تاع اللي بغى يعادل الشواهد الجامعيه ولا الدبلومات ديالو. ايه، وبالنسبه لهادو يعني هما فاش تيديروا يعني ليفاليسيون ديال تاع الدوسي تاعك، يعني تيعطيوك ليكيفالونس تاع الدبلوم، وفي نفس الوقت تيعطيوك تقريبا هنا في المغرب فاش تنقريو لي كور ما عندناش هاد القضيه تاع لي كريدي، هما تيقول لك شاك كور اللي قريتي ما تدفع لهم، ولا سمحوا لي هما عندهم ديجا
لا ديسكريبسيون تاع لي كور كاملين اللي حنا قرينا في المغرب، وهما تيعطيوك تقريبا شحال من كريدي شاك كور قريتي في المغرب، شحال من كريدي اللي ممكن تحصل عليه في غير واحد الحاجه اخرى اللي ضروري ربما كل واحد يعرفها، انه اي كور قريتيه وفات عليه اكثر من 10 سنين الا بغيتي تعاود سيبوزون بغيتي تعاود واحد ديبلوم هنايا وانت قريتيه ديجا في المغرب، ممكن يقبلوا لك اي كور قريتيه بلا ما تعاود تقراه هنايا، ولكن بشرط انه تكون اقل من 10 سنين باش قريتيه، يعني هذه ضروريه. هذه معروفه، هذه صحيح. بالنسبه للمستوى تاع التعليم هنايا في المقاطعه، كيفاش كيبان لك المستوى تاع التعليم؟ انت رجل تعليم الان، كتعرف المستوى تاع مجموعه من التلاميذ، كيفاش كتشوف الناس بالنسبه للناس اللي باغيين يهاجروا لمقاطعه مانيتوبا؟ هذا سؤال اخر كيسالوا على الجوده تاع التعليم هنايا. صحيح، هو الملاحظه تاعي ما كاينش فرق كبير، ممكن في الامكانيات. صحيح لونتاريو نقدر نقول انهم عندهم امكانيات اكثر من مانيتوبا، مانيتوبا نقدر نقول فقيره واحد شويه. صحيح. الامكانيات صحيح تما متوفره اكثر، ولكن ما كاينش فرق كبير، ما نظنش ما كاينش فرق كبير. يعني تما درت ستاج تاعي في لونتاريو في نفس المدينه اللي حكى عليها الاخ محمد في ويندزر، ولكن ما كاينش فرق كبير، ما دارليش. وبالنسبه للناس، كاين معظم تاع الناس السن ديالهم متقدم، اشنو هي الامكانيه ولا اشنو هي الحظوظ ديالهم باش يولجوا القطاع التعليم؟ كاين اللي دوز 28 سنه، كاين اللي دوز تقريبا حياته كامله في التعليم، ومن بعد كيقولوا الاسئله اللي كتجيني انني باغي نجي لمقاطعه مانيتوبا على قبل الاولاد ديالي. اشنو هي النصيحه اللي انت دخلتي دابا المنظومه تاع التعليم، اشنو هي النصيحه اللي تقول لهاد الناس هادو؟ وهنايا كل ما كان يعني لا دوموند، كل ما كانت لا دوموند، كل ما كان لو بوزوان، يقبلوا اي واحد. يعني بالنسبه لقضيه السن ما عمري سمعت انها زعما كان عائق هنايا باش يقبلوا شي واحد. يعني كنت نعرف حتى في لونتاريو كنت نعرف واحد السيد 20 عام كان يقري في اليونيفرسيتي، ومن بعد جا ودار التعديل تاع الدبلوم تاعو وتيقري، وعطاو حتى في ليشيل تاع السالير عطاو 20 عام تاع ليكسبيريونس اون بليس. وبالنسبه كما تحدثنا في البدايه، كيفاش كتشوف النظام اللي غادي به التعليم هنايا؟ واش نظام جيد؟ كاين شي عثرات؟ اشنو المشاكل اللي كيلقاهم التلاميذ داخل القسم؟ هنايا اللي عندهم اللي ربما مشكل، نقدر نقول مشكل ولا عائق، هو قضيه يعني بالنسبه اللي تيقراو في يعني فان بروغرام فرانكوفون، الاغلبيه سيغتو، ويعني هذه حاجه عاديه، انه تقريبا فقط 7% ديال لي فرانكوفون اللي كاينين في المدينه، يعني التلاميذ تكون غالبه عليهم لونجلي، يعني هذا عائق، لان انا تقرينا يعني سميتو بالفرونسي، وبعض المرات تنضطر انني نشرح شي حوايج بلونجلي، يعني هذا عائق. صحيح. وبالنسبه يعني النيفو كل شيء نقدر نقول من الوالدين، الى الوالدين يعني تيزيروا ولادهم وتيقراو معاهم، راه ما يكون زعما حتى شي مشكل. حتى المعظم تاع التلاميذ هما كيعانيو من البرونونسياسيون ديال الاساتذه هنايا، سيرتو كتكون ماشي هذيك البرونونسياسيون اللي باغينا حنايا بحكم ان التواجد ديالنا بالقرب من فرنسا، فالبرونونسياسيون ديالنا ديال الفرنسي كتكون مزيانه. بالنسبه لهنا الى كبروا التلاميذ بهذيك البرونونسياسيون كيكون عندهم عائق حتى في تاقلم، فمع مثلا تحولوا شي مكان اخر. صحيح. يعني معايا شي وحدين يعني تيقريو زعما بروميير اني دوزيام اني، لاكسون تاعهم يعني حتى لدرجه واحد الاستاذه يعني هي كانت قالت لنا ديريكت، يعني فرونشمون قالت لك انايا ما كان يعني ما تقدرش هي تهضر زعما بالفرونسي، وعطاوها البوس باش تقري اون فرونسي، يعني فاش يكون هذا لو بوزوان يعني غير اللي جاي يقرا. خويا عثمان، كان الحوار معك شيق، كنشكروك شكر جزيل، وكنشكر باسم جميع المشاهدين اللي كيسالوا على الاساتذه، على كيفاش التاقلم، كيفاش يولي استاذ كان في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس، كيفاش يولي استاذ هنايا. فكنتمنى ان هذه المعلومات اللي عطاكم سي عثمان انها تنال الرضا ديالكم. فلا عجبكم الفيديو اخوتي ما تنساوش الاشتراك، الاعجاب، ونشر الفيديو حتى تعم الفائده.
بالنسبه للمشاهدين لاول مره كيشوفوا قناه صوت المهاجرين في كندا، فمازال كنتسنى الدعم ديالكم، ضغط على زر الجرس حتى يصلكم الجديد. الكلمه الاخيره للاخ عثمان. شكرا. الناس يختو الناس اللي في كيبيك، يعني لسوء الحظ في كيبيك مع هاد لا لوا 21 ديال يعني لا لوا غاسيست اللي يسميوها ديال لا ليبرتي دو ريليجيون، يعني كاينين الناس وصراحه صحيح انا ربما نقدر نقول كيبيك مستنقع بالنسبه لنا حنايا الناس ديال الشمال افريقيا. صحيح. مستنقع، يعني شحال واحد تيجي ليه مسكين وما تيقدرش يخرج منه، يعني الواحد يحاول لان حتى لونسينيومون تما كاينين الناس اللي 10 سنين ومازال ما خداوش لا بيرمانونس، يعني هنايا الحمد لله تقدر تجي تقري فرونسي العام الاول تاخذ لا بيرمانونس ديالك، يعني الواحد ما يحاولش زعما يبقى كيبيك كيبيك كيبيك. صحيح انا قريبه للمغرب تقول صافي تسوق واحد نص ساعه انت في المطار انت في المغرب، ولكن ما تنساش انا من وينيبيك ساعتين ونص للمغرب كانك عايش واحد ساعتين ونص على موريال، يعني ما الواحد ما يغرقش تما في كيبيك. اذا هذه نصيحه يمكن لاي واحد يفكر مزيان قبل ما ياخذ القرار تاع اختيار المقاطعه. الاخر خويا عثمان، بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا التعليم هنايا كيفاش، عندك شي معلومات اضافيه يمكن تزيدها؟ يعني كاين جوج تاع الامكانيات، يعني اللي بغى اللي عنده ديجا لا ليسونس من المغرب، يعني ليسونس في اي مجال، ممكن يدفع ويقرا واحد البروغرام تاع عامين، يعني هذا ولا بد يكون عنده لا ليسونس. الا ما كانش عنده ليسونس ولا بدا خص يقرا 4 سنين، يعني هذه خاص الواحد يكون عارفها. حاجه ثانيه، يعني هنايا حتى الا قريتي عندك الدكتوراه عندك الماستر اي حاجه ما غاديش تضيع فيه، لانه في لي شيل سالاريال تيعترفوا لك وتيحسبوا لك هذاك الدبلوم اللي عندك. يعني كنشكرك خويا عثمان جزيل الشكر، وكنتمنى لكم حظ موفق بالتوفيق للجميع، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.